مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، ضربة جوية في اليمن تقتل 6 أفراد من داعش. القوات العراقية تتأهب لتحرير آخر معاقل تنظيم داعش في منطقة القائم وراوة. تفعيل المركز الدولي لاستهداف الإرهاب. تفكيك خلية جديدة في فاس بالمغرب خططت لهجمات دامية. داعش يهدد روسيا باستهداف بطولة كأس العالم 2018 بإيذاء ميسي. في أخبارنا المنوعة، الإمارات تقول إن السعودية تفعل المشهد الاقتصادي وتقود المنطقة للاستقرار والتنمية. ارتفاع كبير لكلفة الكوارث في أمريكا.